أنت الحبيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الترمذي يعطي كل جلسائه بنصيبه، فلا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، فالكل يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر من يحب، وذلك مما رأى من الاهتمام ومظاهر الحب والتقدير. لذلك عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي رجال أفضل، فذكر أبو بكر رضي الله عنه، ثم ذكر عمر، يقول فتوقفت حتى لا أكون في آخرهم. لذلك إذا أردنا أن نؤثر في من حولنا فيجب علينا أن نظهر عمليا الاهتمام، لا سيما بالسماع وبالحب والتقدير. يقول شوقي فإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، صلى الله عليه وسلم.